السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويات، جيتكم اليوم فيديو جديد واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي. ولكن قبل ما تتفرج في هذا الفيديو هذا، ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك. وخليكم دابا مع الانترو. ونبداو اخوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويات الفيديو ديالنا على بركة الله. إدارة نادي الرجاء الرياضي تفتح باب الترشح لاختيار مؤطرين داخل الإدارة التقنية للفريق. أعلنت إدارة الرجاء الرياضي عن فتح باب الترشيح لاختيار مؤطرين وتقنيين لمختلف الفئات الشبان، وذلك استعدادا للموسم الكروي 2022-2023. ونشر فريق الأخضر بلاغا عبر صفحته الرسمية عبر الفيسبوك، يؤكد من خلاله أن على الراغبين في الترشيح إرسال ملفاتهم عبر البريد الإلكتروني career@rajakazablanca.com في أجل أقصى 30 يوليوز الجاري في تمام الساعة 12 زوالا بتوقيت غرينتش. وذكر الرجاء الرياضي أن ملفات المستوفية للشروط والتي نجحت في اجتياز مرحلة الانتقاء سيتم استدعاء أصحابها من أجل اجتياز الاختبار المباشر واستكمال عملية الانتقاء تحت إشراف لجنة تقنية مختصة من طرف المكتب المديري. هذا وعلى الراغبين في الترشيح أن يشمل ملفهم استمارة طلب الترشح ونسخة من البطاقة الوطنية ثم نسخة من الشهادات المحصل عليها، بالإضافة إلى السيرة الذاتية للمرشح مع صورة شمسية والسجل العدلي مع دمج كل المرفقات في وثيقة واحدة من حجم PDF. المغربي جميل بن واحي مدرب العاصمة الجزائري يصرح: ينتظر البدراوي عمل كبير في الرجاء والنادي قادر على العودة إلى الواجهة مجددا. سلط الإطار المغربي جميل بن واحي مدرب فريق اتحاد العاصمة الجزائري الضوء على الفترة الانتقالية التي يعيشها النادي الأخضر رفقة المكتب المديري الجديد برئاسة السيد عزيز البدراوي. وقال المدرب المذكور في حوار مع صحيفة خاصة: سينشر كاملا في قادم الساعات. أتمنى حظا أوفر لفريق الرجاء الرياضي الذي لم يكن موسمه جيدا بسبب عدم استقرار في العارضة الفنية وبعض المشاكل الداخلية. وتابع: إن شاء الله الرجاء الرياضي سيعود للواجهة مرة أخرى رفقة عزيز البدراوي في الموسم المقبل أو الذي بعده كأبعد تقدير، لأنه ليس من السهل إعادة بناء فريق قوي خلال فترة وجيزة. تجدر الإشارة إلى أن إدارة نادي اتحاد العاصمة الجزائري أعلنت أمس الثلاثاء تمديد عقد المدرب المغربي جميل بن واحي لموسم إضافي قابل للتجديد. وحسب مصدر خاص مقرب من السيد الرئيس عزيز البدراوي لحدود الساعة، ليست هناك نية لإعلان عن انتدابات، وذلك إلى غاية توقيع لبعض اللاعبين آخرين. وصرح لاعبنا السابق سفيان رحيمي لقناة الكأس وقال: أنا رجاوي أينما ذهبت، هذه التجربة سأقضيها هنا كأي لاعب مغربي صاعد يطمح للإحتراف خارج بلده. كل شيء يمكنني مناقشته إلا فريق الأم، وقضية عودتي للنادي ليست غريبة أو مستحيلة. أنا ألعب هنا وأقضي وقتا ممتعا مع زملائي ونادي العين، لكنني في تواصل مستمر مع كل فرد في نادي الرجاء الرياضي. أفرح لانتصاراتهم وأحزن لخساراتهم، وكلنا أمل في إدارة جديدة لتصلح ما تم إفساده. البدراوي يجتمع يومه الأربعاء باللجنة التقنية الثلاثية من أجل استكمال المشوارات الخاصة بالانتدابات وتحديد قائمة المغادرين. عقد عزيز البدراوي رئيس الرجاء الرياضي يومه الأربعاء اجتماعا مع اللجنة الثلاثية التي تضم كل من هلال الطير، هشام أبو شروان، وعبد الإله فهمي. وعلمت مصادر قناة نادي الرجاء العالمي أن البدراوي اجتمع مع الثلاثي المذكور من أجل استكمال المشوارات الخاصة بملف الانتدابات، وكذلك لتحديد لائحة اللاعبين الذين سيغادرون القلعة الخضراء. وكان رئيس الرجاء قد أكد في وقت سابق أن التركيبة البشرية للفريق الأول ستشهد العديد من التغييرات استعدادا للموسم الكروي المقبل.
وتنتظر الجماهير الرجوية بترقب كبير إصدار استشارة على تعاقدات النادي الصيفية بعد أن فشل فريقها في التتويج بلقب البطولة الاحترافية إنوي وكأس العرش فضلا عن إقصائه من ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا. وكذلك بدروا يعلنوا عن مكتبه المديري في أيام قليلة القادمة واللائحة قد تشهد بعض المفاجآت. يسعد عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء الرياضي للإعلان عن مكتبه المديري في الأيام القليلة القادمة، ومن المرتقب أن تعرف اللائحة بعض المفاجآت حيث قد تشهد غياب أسماء كانت مرشحة من قبل لأن تكون ضمن تشكيل مكتب البدراوي المديري في الوقت الذي قد تتواجد فيه أخرى بعيدة عن المشهد. وكان رئيس النادي الأخضر قد أكد سابقا أنه سيجري تغييرات على التركيبة البشرية الجديدة للنادي الأخضر، وذلك في تدوين نشره عبر حسابه الخاص عبر ستوري على حسابه الرسمي بالتطبيق انستغرام. كتب فيها: سنغير 85% من التركيبة البشرية لفريق الرجاء الموسم الكروي المقبل. جدير بالذكر أن الرجاء الرياضي تعاقد مع المدرب فوزي البنزرشي خلفا للإطار الوطني رشيد الطاوسي بمساعدة مواطنيه التونسي عماد بن يونس وهشام أبو شروان. والحق يقال، الرئيس الحالي لنادينا الرجاء الرياضي كما كيعرف الجميع فهو مريض، ورغم هذا المرض إلا أنه قائم بالخدمة دياله. تخيل معايا البدراوي مريض والعيد والعواشر، الناس كتعيد في دارها مع أولادها والبدراوي يباشر مفاوضات في يوم العيد وثاني أيام العيد رغم المرض رغم العيد. صراحة أنا أتابعه في الكواليس إلا أنه ما خلانينا ما نقوله. صفقات ممتازة غتقدم الإضافة وغتشوفوا فريق آخر الموسم المقبل. ما علينا إلا الدعم والمساندة لهذا الرئيس، وأي حاجة غتدور فرقتنا أكيد غنخرجوا نهضروا عليه. شي وحدين غيقولوا كنطالبوا لهذا الرئيس، ولكن كل شيء متبوعينه، وأي حاجة غتدور بالراجة ما غنسكتوش عليها أكيد غنهضروا عليها، حيث في الأول والآخر بغينا غير فرقتنا تكون واعرة وبغينا نشوفوها ديما كبيرة. وكيف ما كان الرئيس حنا كنبغيو غير الراجة، كيف ما كان نوع الرئيس الحاجة الزينة نقولوها وما غنسكتوش حتى على حاجة خايبة. وكيف ما كان اسم الرئيس ضروري من الأخطاء، ولكن حتى دوك الأخطاء خاصنا نهضروا عليها. وبالإضافة على مون الزريعة سعيد النصيري اللي خرج في واحد تصريح إعلامي مع واحد الصحافي مرتزق وقال: شي ناس كيدخلوا على اللعابة اللي كندويو معاهم وكيتزايدوا معانا عليهم وهذا شي حشومة ولكن ماشي مشكل. مهم سيمون الزريعة العبيد عرفتي راسك اشنو كتسوى، هادشي راه ديجا كنتي كديرو وهاد الصرف بدا كيعاود يرجع لك وقصد العوينة تشرب. وهناك منابر إعلامية فيسبوكية الحالية جلها منابر معادية للرجاء ولا تملك معلومات كافية وتنشر عدة أخبار زائفة. يوجد 16 نادي في الدوري المغربي في قسمه الأول، لكن أقلامهم لا تعرف سوى كتابة عن الرجاء. هشام الطنطاوي وديدي جنود الخفاء يشتغلون بدون مقابل من بكري، الناس خدامة في عهد الرؤساء القدام وبدون راتب شهري، ويجي واحد يدير حملة خاوية عليهم. سيروا شوفوا الشفارة ديال بصح اللي خرجوا الملاير، علاش حنا حكارة على الدراوش؟ هاد الناس هادو اللي كيتقاتلوا على قبل الفريق وجاو شافوا اليوم الحقرة في مركب الوزير والتعرض ديالهم الاستياء وتعرضوا للحقرة والمدلة، والناس اللي داو وكلاو الفرقة حتى واحد ما قدر يهضر عليهم او يسبهم او يعايرهم. وهنا خوتي الرجويين خوتي الرجويات الفيديو ديالنا سالا، و الى عجبك الفيديو هذا ما تنساش انك تشارك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو الجاي. وديما رجاء وتعيش الرجاء.